في مشروع جلد طبيعي هاند ميد. كل شغلي بعمل الشنط يدوي ومحافظ نسائية ورجالي كمان. المشروع أنا بدأ من حوالي سنتين. هي الفكرة ما كانتش كلها محتاجة إن أنا أشتغل على الجلد بس، على قد ما أنا أعرف إزاي أسوق، أعرف إزاي أحسب شغلي، أبيع إزاي، أشتري إزاي. فده كله ساعدني في جهاز تنمية المشروعات. كل اللي استفدت منه كانوا بيدوني كورسز ورش عمل، لان الشغل مش معتمد بس على الكرياتيف او ان انت ازاي تطلع شنطه، اكتر من انه انت تفهم ازاي تشتغل ما بين بيزنس، ازاي تدرس بيزنس، ازاي تسوق، ازاي محاسباتك الماليه والقانونيه والكلام ده. كل ده ادهولنا في كورسات في ورش عمل في جهاز تنمية المشروع. صراحة هم بيساعدوا في كل حاجة، سواء انت عايز كارت سواء انت عايز ورشة هم بيساعدوا في كده. كمان قروضهم سهلة جدا، يعني مثلا في كارت ب20,000 انت بتدفع مثلا في الشهر حوالي 400 جنيه وبيبقى كارت تناقصي بنسبة حوالي 13%، فيعتبر بالنسبة للوضع اللي احنا فيه يعتبر كويس. انت ماسك مبلغ هتقدر تبدأ بيه حياتك وتقدر تعمل بيه مشروع. انا بالنسبه لي كواحده انا بدات معاهم ما اخدتش كارد، انما اشتغلت معاهم في الكورسات، اشتغلت معاهم في ورش العمل، استفدت جدا، اخدت معاهم ابدا مشروعك. ابدا مشروعك كمان انا كنت لسه ما عملتش سجل تجاري، فنفعتني ان انا دخلت في معرض تراثنا. معرض تراثنا ده كان برضو فرصه كويسه جدا ان انا اظهر منتجي، المنتج بتاعي قدام الناس. عرفت الكاتيجوري بتاعي مين وقدرت ان انا اتواصل معاهم، شافوا شغلي، اخدت ثقه اكتر لاني خلاص عرفت ان انا نجحت وعرفت ان انا المنتج بتاعي خلاص هو ده اللي المستهلك عايزه. فالحمد لله هم ناس اكتف جدا، بيحبوا شغلهم قوي، بيقدموا خدمات كتيره قوي. شغل الهاند ميد مش صعب للدرجه، انما بيكون في فن اكتر وحرفه اكتر. الحمد لله ربنا قدرني الفترة اللي فاتت قدرت أعلم مجموعة من سيدات من ربات البيوت، يعني علمتهم إزاي يقفلوا الشنطة، إزاي يعملوها. بقى معي حوالي 6 أو 7 بنات دلوقتي وبياخدوا الشغل مني وبيقفلوه في بيوتهم، ودي كانت فرصة كويسة إن أنا زودت فرصة العمل، وفي نفس الوقت هي بتكون لسه موجودة في بيتها. بنحاول إن احنا نلاقي فرص للتصدير، علمونا إزاي نشتغل. الشغل مش بس مهنة أو حرفة، الشغل لازم تقومه بالكورسات وبفهم البزنس، بفهم ان انت هتعرف تشتغل ازاي، هتعرف تحسب منتجك بيكلف قد ايه، هتقدر تبيعه قد ايه بايه، وتقدر تكسب ازاي. ده برضو ده كان كله مهم جدا في فكرة الشغل او المشروع بتاعك. فكرة ان احنا في المحلة دي بتكون او في الغربية عموما فرصة ان انا اتعرف على خبرة كويسين انهم يدوني ازاي افهم وازاي اشتغل وازاي كده، كانت صعبة جدا. جهاز تنمية المشروعات قدر يوفر لي ده من خلال ان هو كان بيجتذب مجموعة من الشخصيات المهمة والخبراء. اخدنا على ايده كورسات ورش عمل ساعدتنا في العمل جدا وادارة الاعمال.